بحب انا عامل زي كده بص الصحن ليش ولا في الطعام بابا قال صحيح اللي بيفوز حلوه يا بابا قال اللي بيفوز في جوله انا قلت القانون قبل ما افتح بشكل عام سواء مادي ركريمه اذا حد اللي بيفوز بجوله له 100 دولار لانه تحدي صعب مرام 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 كيف 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 قدرتي من اول جوله هيا هيا اقسم بال هيا مبسوطه واضح اني انا خربت انا مبسوطه بتنفس واضح صوت نفسي معناه اني مبسوطه تحدي خريطة السحور تتحكم بسحور العالم يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثة يلا كان بتجينا زيتون لا يا زلمة يلا يا مرام عبي زيتون كلنا عبيت معك يا اختي مرام تعبي زيتون حسن احنا بوفيه مفتوح يلا يلا هيا دوري العب هيا العب دوري دوري يلا بابا طب لو ترجع شوي متأكد يلا اوكي يلا شو بدي طب انا يلا بيطلع لها يا زيتون يلا يا هيا اوه اليوم مهرجان الزيتون يا الله خد عمي بتعبي زيتونه زيتونه يمين هاي المره ايش كبيتي شيء لا 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 يلا اشوف لانه كل المكونات اللي اخترتها كلها منيحه ما عدا الليمون بابا كلها حمل تطبيق 360 فيوز عشان تشوف الفيديو كامل بتقنيه 360 درجه